السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معايا في فيديو جديد معكم مامة عمر. وحشتوني جدا وأسفة جدا 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 على التأخير في الفيديوهات. رجعت لكم بفيديو النهاردة بفكرة فكرة مشروع سهلة جدا وبسيطة ومطلوبة جدا في السوق، اللي هي البنيه الستان والتوك الستان. طبعا كلنا عارفين الفايدة بتاعتها وإنها مفيدة جدا للشعر وصحية. هنقول الطريقة بتاعتها والمقاسات بتاعتها، وشايفين التقفيل والفينش بتاعنا، يعني حاجة زي ما احنا شايفين التقفيل بتاعها نظيف جدا، والخياطة سحرية وتتلبس من الوشين كده، ونقدر كمان نستخدم لونين ستان زي ما احنا عايزين. تابعوا معايا الفيديو، هقول لكم كل التفاصيل. الفيديو بسيط جدا وسهل جدا، ويلا نبدأ على بركة الله. هنستخدم قماش الستان، تمام. هنحتاج قطعتين ستان بالشكل ده. الطول بتاعهم، المقاس بتاعهم 52 في 52 او 50 في 50، تمام. هنخلي الوش على الوش بالشكل ده، وهنطبق القماش معايا بالشكل ده. هنطبقه كده مرة، وادي المرة التانية، تمام اهو. ومعايا المزورة، هقيس. هناخد الزاوية هنا معانا في الاول كده، هو شايفين. هنقيس معايا 26، وهثبت المزورة بتاعتي اهو كده، هثبتها هنا اهو، وهمشي كده ونفس المقاس ده اللي انا خدته اهو هنا، وهاخد علامة، هثبت وامشي كمان شوية واخد علامة كمان اهو، شايفين، هثبت كده واخد علامة اهو، بس كده. وهنوصل العلامات بتاعتنا كده اهو اهو، هنقص بالمقص. بس كده اهو، بعد ما قصيناها هنيجي نفرد القماش، هنلاقي معانا دينا الدوران اللي احنا عايزينه، تمام. في هنقفل الاول الدوران بتاعنا، تمام اهو. معايا القطعتين، الوش على الوش، وهناخد خياطة على طرف القماش بالشكل ده، تمام اهو. كل اللي انا هعمله ان انا همشي على طرف القماش بالشكل ده، القطعتين فوق بعضها، وهقفلها كده اهو. هكمل معايا الدوران كله، تمام يا بنات اهو. قفلت الدوران كله، وهنا قبل ما، مش بقفل خالص، بسيب كده اهو حته صغيره قد 2 سنتي او 3 سنتي، بقلب منها القماش بالشكل ده. طبعا البنيه دبل، يعني نقدر كمان هنا نستخدم ايه، نستخدم لونين ستان، بحيث ممكن تتلبس على الوشين. طبعا هي تقفلها سحري، فممكن تلبسيها على الوشين، فممكن نستخدم لونين ستان او لون واحد حسب الطلب. الخطوة دي قبل ما اكمل خياطة هعمل ايه؟ لازم هنا هم معايا المكوة، هكويها كده اهو، وهرجع معاكم تاني نكمل الخطوات بتاعتي، تمام. ادي شكل القطع معايا بعد المكوة، شايفين طبعا ايه المكوة بتفرق جدا، عشان خاطر ايه تمشي خطواتك صح. هنا هنشوف احنا كنا مقفلين فين، دي الفتحة اللي هنكمل منها الاستك. هنا الخطوة دي هي اللي قلت لكم عليها، ان احنا بناخد علام 2 سنتي قد 2 سنتي كده اهو، قد اسبوعين كده، وناخد علامة. ممكن نعمل الخطوة دي بعلامة، او نمشي بيها كده بالخياطة لو متمكنة تمشي بيها بالخياطة كده من غير علامة. فهنكمل هنا التقفيل بتاعنا، تمام اهو زي ما اتفقنا اهو، 2 سنتي كده اهو،
وهفضل ايه ماشيه بدوران بالشكل ده. ممكن اهو امشي بصباعي كده اهو، شايفين؟ اخلي صباعين كده وامشي عشان خاطر ايه نكمل على الدوران مظبوط اهو. شايفين المسافه واحد، فانت علشان خاطر لا نعمل علامات او اهو، وانا ماشيه بالخياطه هخلي صباعين كده اهو اهو وامشي كده اهو. شايفين المقاس هيطلع معايا مظبوط والدوران هيطلع معايا مظبوط. هكمل الدوران كله وهقفله لغايه الاخر اهو. يا بنات شايفين خلصت الدوران بتاعي كله بالظبط، وقفلت الخياطه كده للنهايه. هنا في خطوه قبل ما ادكك الاستك، شايفين هنا دي البدايه بتاعتنا اللي سيبنا منها المكان اللي هندخل منه الاستك، فهنا انا هديها خط خياطه شيمه كده على الحرف اهو. شايفين هظبط كده القماش بتاعي وهديها خط خياطه كده ايه اهو. شايفين الخط ده اهو، تمام اهو. هنا بعد ما قفلنا خط الشيمه اهو، هنستخدم استك عرض 2 سنتي تمام، ودبوس كبير كده اهو، وهبدأ في الفتحة اللي انا سبتها دكك الاستك بتاعي تمام. هنا مقاس الاستك بتاعي من 26 لـ30 سنتي. انا هنا هخلي الاستك معايا حر، وهقول لكم عشان خاطر تخلوا الاستك بتاعكم مرتاح، يعني مش شرط نقيس الاستك من الاول، لا خلي الاستك معاكي حر كده اهو ودككي، وبعدها تشوفي كده المقاس المظبوط ليكي بحيث الاستك، لان في ناس كتير بتشكي من الاستك بتاع البنيه بيكون ضيق وبيعلم في القوره، فلا نخلي الاستك بتاعنا مرتاح شويه اهو. تمام هنا اهو وصلت للاخر، فهنا شايفين هبدأ ايه اريح الاستك كده معايا اهو. اظن كده حلو خالص فهبدأ ايه اقفل الطرفين كده، شايفين اهو مرتاح مش ضيق ولا واسع. هبدا ايه اقفل بس كده، وهنا هنقفل الجزء ده كده. نراعي جدا يا بنات الخيط اللي بنستخدمه يكون لون الستان بتاعنا اهو. شايفين هنقفل على نفس الخط اهو كده، الخياطة بتاعتنا سحرية والفينش بتاعك يكون نضيف كده اهو. هنقص اي خيوط زيادة، شايفين بس يا بنات. وده كان البنيه بتاعنا، زي ما شفنا الطريقه بتاعته سهله جدا وبسيطه، وتقدري كمان تعملي التوكه بتاعته وتطلعيهم كده اهو طقم مع بعض. هسيب لكم طريقه التوكه في صندوق الوصف، سهله جدا وبسيطه. وده كان فكره النهارده ومشروع النهارده، مشروع سهل وبسيط ومطلوب جدا في السوق. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناه، و دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.